يقول: في حال سفر المرأة في الرحلات الجماعية المختلطة وهي تريد الوضوء، فهل تمسح على خمارها أو تنزعه وتمسح على الرأس؟ عند إيش؟ يقول: في حال السفر للمرأة في الرحلات الجماعية التي فيها اختلاط وهي تريد الوضوء، فهل تمسح على خمارها أو تنزعه وتمسح على الرأس؟ المرأة إذا أرادت أن تتوضأ فإنها لا بد أن تستتر عن الناس، تستتر عن الناس، فإذا توقفت السيارة أو وسيلة النقل توقفت فإنها تعمل سترا، إما أن تتوارى خلف جدار أو في مكان معد للوضوء، أو تقول لأخواتها المسلمات التي معها يستر بعضهن بعضا بالثياب وتتوضأ وضوءا كاملا.